نعم، معانا السيدة أم محمد من سوهاج. السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة أم محمد، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا أمي متوفاة عليها شهر. رحمها الله، ربنا يجعلها في فسيح الجنات وينزل عليها من الرحمات والبركات يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين وعندي رؤية، بالله عليك يحشرك مع الرسول تشوف لي حل. اتفضلي. طيب بص يا فضيلة الشيخ، أمي اتوفت، فناسها كانت مطبوعة منهم، كلهم دخلوا عليها هي وتتغسل ولمسوها ولبسوها معنا. تمام، ده أول سؤال. ثاني سؤال، استني لما قالوا لي سؤال، الناس اللي كانوا مقاطعينها دخلوا شافوها وهي بتتغسل، صح كده؟ وشافوها وغسلوها ولبسوها معانا، منعناهمش، منعتهمش. طيب فانت بتقولي هل ده مش من برها، لان هي الناس اللي ما كانتش بتحبهم شافوها وهي بتتغسل؟ لا لا، امال لا ايه يا فضيلة الشيخ، انا هنقول يعني ان هو ده حرام او حلال، لان هم مش متوضيين. يعني فهم دخلوا سلموا عليها وهم مش متوضيين. ولبسوها معانا الكفن. طيب كويس، الثاني ماشي. وده السؤال الثاني، السؤال الاولاني، السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، انا لما قالوا لي امك ماتت لطمت على وشي وشلت التراب وقعدت مصور. ربنا يسامحك. طيب انا غصب عني والله. ما انا بقول لك خلاص، انا قلت لك ربنا يسامحك، بدعي لك. انا قلت حاجه؟ انا قلت لك ربنا يسامحك. بعدين انا دعيت من ربنا دعاء كتير وصليت. ولا حاجه، قولي ورايا: تبت الى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت ألا نعود إلى هذه المعصية أبدا. والله على ما أقول شيء. خلاص تمام فضيلة الشيخ. خلاص بص، الرؤية فضيلة الشيخ، بالله عليك تفسرها لي، فإن طيب أنا استني بس كل يوم. طب قولي. طيب بس اختصر عشان الهوى. أنا دعيت من ربنا إن أنا نشوفها ونطمن عليها، فقلت لها يما قولي لي ايه اللي حصل لك، انت ازاي يمه؟ راح ثاني واحد في المنام قال لي هي ماتت مسمومه، احنا شاكين في وفاتها. ماتت ايه؟ ماتت مسمومه. طيب كويس، انا هجاوبك بقى. استنى فضيلة الشيخ اسمعني للاخر. طيب قولي. رحت قلت لها ازاي يمه سميتي؟ قالت لي انا مت مسمومه، مت مقتوله، انا ارتحت. انت انا ايه؟ انا مت مسمومه، مت مقتوله، انا ارتحت. خلاص طيب، انا اقول اجاوب على حضرتك، مش كده الرؤيه خلصت؟ ايوه يا فضيله الشيخ، هنموت كل يوم. هجاوبك دلوقتي يا استاذه ام محمد. اول حاجه ببساطه خالص، لما دخلوا عليها ما دام هي مستوره العورات وما دام دول ستات وهي مستوره العوره، فخلاص الحمد لله يعني كده. وهم ساعدوكي في تكفينها، ده من واجباتهم، كونهم هم مش متوضيين، تكفين المسلم لا يجب له الوضوء، لا يجب له الوضوء، فكونوا هم شاركوا في تكفينها وهم مش متوضيين، اهم حاجه ايديهم ما كانش فيها تلوث نجاسه ولا اي شيء عشان ما يلوثوش الكفن بس. فاذا كانوا هم لا كان في ايديهم نجاسه ولا كان في ايديهم في اي حاجه، خلاص هم شاركوا في تكفينها وما فيش اي حاجه خالص، يعني ما فيش اي حاجه تدعو الى هذه الوسوسه. بس انت بس عشان شايله منهم، لان هم ما كانوش بيحسنوا اليها، فما كنت شايفه ان هو مش مناسب ان هم يدخلوا يشوفوها وهي بتتكفن ابدا. قد يكون ده تيرق قلوبها ويدعو لها ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها. الحاجه اللي احنا ما سالناش عليها مساله الرؤيه، احنا خلاص جاوبنا على المساله الثانيه، لكن مساله الرؤيه اللي انت عايزها فيه، اوعي تعتبري ان والدتك ماتت مسمومه. الرؤى ما بناخدش منها اي حاجه، لا ناخد منها لا قرارات ولا ناخد منها اعترافات ولا ناخد منها بحث في قضايا ولا ناخد منها اتهام، لا خالص. فكرة ان والدتك اذا كانت ماتت مسمومة فاحنا عايزين بقى نطلعها، يعني احنا ما يجوزش ان احنا نطلع حد من القبر عشان نعمل تشريح للجثة عشان نشوف هو مات مسموم ولا لا، ما يجوزش ده لو كان ينبني على رؤية خالص، لان الرؤى لا يؤخذ منها لا احكام ولا قرارات ولا ينبني عليها قرارات ولا اي شيء. فارجو ان يكون الكلام ده واضح يا ست ام محمد.